Comme le bnat, j'espère que rakom. Salam alaikum le bnat, j'espère que rakom. Kam labas, اليوم جيتكم بوصفة لأولادنا اللي يحبوها كامل. ولكن قبل ما نبدأ، إلى ما كنتم مشتركين في القناة تاعي، من فضلكم اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما نحط كل ما نحط فيديو جديد. وما تنساوش تساعدوني بلي لايك لهذا الفيديو، وإلى عندكم دي كومونتير خلوهم لي باش نعاود نعرف واش راكم حابين تشوفوا كوم فيديو. اذا اليوم حبيت نخدم انا وياكم هذا كاندي شوكو. انا نتكلم على اولادي ونظن بلي هو نفس الشيء لاولادكم يحبوه ويموتوا على هذا كاندي شوكو ولا اوبي، هذاك فخاز من المفضلين عندهم، ولكن بالاخص كاندي شوكو هو مفضل لهم. هنا مكتوب بانه حليب بالشوكولا، ولكن كي تشوفوا الفيتامينات بي 1 بي 2 بي 3 مضافات لأغراض غذائية، مثبتات، مكثف، يعني تحسوا باللي فيه بزاف المواد الكيميائية والمضافات اللي أكيد 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 ماهيش صحية لأولادنا. إذا أنا شفت واحد الوصفة وطبقتها وراهي ناجحة بالبزاف عندي، وهي أني نحاول نحضر شبيه هذا كوندي شوكو لأولادي. ولذلك واش نحتاجه؟ نحتاجه بالطبع حليب، فلون بذوق الشوكولاتة، وكان حاب نديرو بذوق الفراولة ندير فلون بذوق الفراولة. أنا مازلت نفضل هذاك رابحة نتاع بكري، فلون ماشي رابحة، إيديال إيديال تاع بكري. دقيقة، إذا كما قلت لكم إلا حبيتوه يكون بذوق الفراولة ديروه، ديرو فلون بذوق الفراولة، ولكن اليوم راح ندير بذوق الشوكولاتة. إذا الفلون ما حاش نوريلكم كيفاش نديروه، الحليب وسا ديبون، انا ندير نص يوتر حليب، ندير فيه 3 مغارف نتاع مسحوق الفلون ونخلطو نخلطو على النار بالتحريك المستمر، النار هاديه، نخليه شويه يبرد، نحطو فيه هكا في ليبو تاع الفلون، ومن بعد نحطو في الثلاجه حتى يبرد. سمحوا لي، هذا بنتي عندي فاره حلت الفريجيدر، شوفوا واش وصلت مالك غينا، هذا خليته باش نخدم به كاندي شوكو. اذا الى لاحظتوا هنا تحت واش كاين، انا راني حاطه الاناناس. الاناناس معروف بلي هو فاكهه غنيه بالالياف، والشوكو لان سمحوا لي اولادي راهم يستناو في كاندي شوكو، فطرتهم وراهم يستناو في التحليه تاعهم، وقلت علاش لا ما نوريلكم كيفاش نخدمها. اذا سمحوا لي لاني نقطع، وراكم تسمعوا اطفال تاعي راهم يلعبوا وراهم يريكلاميو على كوندي. الو قلت لكم انا نزيد فيه قطعه نتاع اناناس، دوك تشوفوها راهي هنا كاينه، شوفوا لي تبان لكم، فوالا فوالا راهي كاينه قطعه نتاع الاناناس. وعلاش؟ نعرفوا بلي ذوق الشوكولا او الشوكولا بصفه عامه تعصم وتخلي الكرش شويه جاريه. باغ كونطخ الاناناس هو فاكهة اللي غنية بالالياف، غنية بالالياف، وبالتالي راح تساعد عملية الهضم. اذا كيما راكم تشوفوا حطيت مباشرة في الاناء اللي راح نخلط فيه، نزيد في نفس الاناء اللي كان فيه الفلان، نزيد 2 حتى 3 حليب. وايضا هذه فرصه باش ناكل اولادي الفاكهه، ندخله لهم مع الشوكولاته تبان لي بزاف. دونك فوالا نديرو كيما هكا، نمسح واكيد راح نخلط بكل بساطه.
إذا فوالا بعد ما لحيتو هايدي كيفاش تكون النتيجة، راح يكون ماشي خفيف كيما الحليب وماشي ثقيل بزاف كيما كاندي شوكو. إذا كيما راكو تشوفو هاوليك راني يعني عمرت بزاف واحد ليا واحد للطفل الصغير. إذا هكا يشربوا كاندي شوكو اللي أنا خدمته لهم نتاع الأطفال خير ما يشربوا هذا اللي الله أعلم كيفاش مخدوم. أنا راهم دايرين حالة كيما راكم تسمعوا، نروح ندي لهم الكاندي شوكو تاعكم وأنا نشرب ديالي، وما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتمنى الوصفة تاع اليوم وصفة بسيطة وسهلة وتكون عجبتكم. مع السلامة.